اسمحوا لي يا أهلي في الأردن إنه يكون احتفالنا السنة بعيد الاستقلال مختلف. هنحتفل بمنصور كريشان بطل معركة الثمان ساعات، وموفق السلطي بطل الجو والمنتقم له فراس العجلوني، وبطل الدبابات صالح الشوير، وصاحب المقولة الخالدة خضر شكري يعقوب. واحد واحد، الهدف موقعي. احتفالنا السنة بأبطال معركة تل الذخيرة وشهداء الكرامة ومئات الشهداء الأردنيين في فلسطين والأردن. هؤلاء أبطال الأمس، واليوم رح نحتفل بأبطال الأردن. الأردن كلها نزلت على الشارع نصرة لأهلنا في فلسطين. رح نحتفل بأبطالنا الأردنيين اللي نصروا طببوا وأسعفوا وتبرعوا وتحدثوا ونشروا وتابعوا وطاروا فوق سماء غزة. رح نحتفل بكل عين بكت وإيد رفعت بالدعاء وما زالت. اليوم فعلا نحتفل بعيد استقلال الأردن، ولكن قريبا إن شاء الله رح نحتفل معكم بتحرير أرضكم. رح يجيكم أفواج أفواج من شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط الأردن، نزور قبور أبطال الأردن وفلسطين المدفونين في أرض فلسطين، وإن شاء الله رح نصلي صفوف صفوف في المسجد الأقصى، وإن وعد الله حق، لأنه اللي بجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. طول ما إحنا بخير أنتم بخير، وطول ما أنتم بخير إحنا بألف خير. أهلي على ضفتي النهر، كل عام وأنتم بخير.